أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في لقاء خاص للتلفزيون المصري أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي يستهدف ترشيد الإنفاق وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويعد خطوة محمودة. في ظل مراجعة وزارة الخارجية والحكومة المصرية لأوجه الإنفاق وفي محاولة لترشيدها وضبطها، خصوصا أن احنا يعني بنمر باختناق مالي عالمي، فتم ترشيد هذه المدد وتبقى مدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. حصل جدل كده تبقى سنة ولا سنتين، لكن اتفق أخيرا في آخر الجلسة أنه تبقى سنة واحدة وقابلة للتجديد مرة واحدة. ده مهم جدا لأنه بيعمل شيء من العدالة في التمثيل، بيدي فرص آخرين انهم يشتغلوا على موضوع التمثيل الدبلوماسي ويقدموا يعني شغلهم فيه. فلسفة القانون كانت بتتكلم عن الحد من الانفاق الحكومي، والحقيقة ده حد نبيل جدا وضرورة في الأوضاع الاقتصادية الحالية وفي المطلق، يعني ده ضرورة. بس يمكن كانت الزملاء الأعضاء كانوا شايفين انه في بعض البنود لا تتسق مع هذه الفلسفة وليس لها علاقة، زي مثلا مدة النت اللي تم تقليصها من ان هي مفتوحة على الإطلاق تتجدد الى سنه قابله لسنه تجديد. كنا شايفين ده مش كافي بالمره، وكان في كذا اكتر من طرح للتعديل في هذا، ولكن تمسكت الحكومه بالنص وتمت موافقه المجلس عليه. هو النهارده المجلس الشيوخ كان بيناقش بعض تعديلات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي. هو الحقيقه كان في تعديلين اساسيين. التعديل الاول يتعلق بالدرجه الوظيفيه لرئيس البعثه الفنيه. القانون كان بينص على انه وزير مفوض، ولكن المجلس ارتأى انه يقلل هذه الدرجه الى مستشار، وده طبعا في اطار ترشيد النفقات. النهارده كان مجلس الشيوخ بيناقش في الجلسه العامه تعديل بعض احكام القانون 45 لسنه 82 الخاص بالتمثيل القنصلي والدبلوماسي اللي خاص بجمهورية مصر العربية في الخارج. وهذا التعديل من شأنه هيوفر حاجتين. أول حاجة هيوفر عدد المكاتب التمثيل خارج مصر، وده من شأنه هيوفر مبالغ كبير جدا بالعملة الصعبة طبعا، وده يعني شيء لازم وضروري في هذا الوقت بالذات، خاصة أن هذا الحزو بدأت تحزوه الدول الكبرى الغنية، بدأت بتعمل كده، بدأت بتخفض التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بره.